بعد اقتحام قوة الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة، هدمت منشأة تجارية هناك، ولم تكتفي بذلك بل أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تجاه الفلسطينيين، وعادت بعد ساعات لتعتقل صاحب المنشأة. ضريبة الصمود باهظة في مدينة القدس المحتلة، كلفت نضال الرجبي محله التجاري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث خيره الاحتلال بين عملية هدم ذاتي أو أن ينتظر جرافات الاحتلال لتقوم بالجريمة، فرفض الهدم الذاتي رغم ما يترتب على ذلك من غرامات مالية. أنا بالنسبة لي لحد هلأ ستم تقريبا سنة أدفع مخالفات المحل هذا اللي انهدم. تكاليف الهدم أنا ما بعرف لسه، بس يعني أنا متوقع 30-40 ألف هيك بياخذوا من الناس، فكلها ضرائب وأرنونة، وهذا المحل بندفع عنه أرنونة وبندفع عنه كل شيء شو بنطلب منه، ومهندسين انجاب، وبالنهاية هم بس بدهم يقطعوا نفسك، وبالنهاية بدهم يصلوا اللي بدهم إياه يهد. يعني هم لما أفلسوا إجوا هدوا، إحنا سوينا كل المطلوب منا بس هم بالنهاية بده يهد. 15 مواطناً بات بلا عمل بعد أن هدمت الجرافات المنشأة، فلم يتمكن نضال إلا من إخراج بعض الثلاجات لتقليل الأضرار المادية قدر الإمكان. هذا الكابوس يهدد 16 عائلة أخرى في حي البستان، جميعهم وقفوا على شبابيك منازلهم هذا الصباح بانتظار معرفة من سيكون ضحية الجرافات ومن سيحظى بفرصة النوم في منزله ليوم إضافي. من طالب المجتمع الدولي أنه يوقف بجانبنا، من طالب الأحرار العالم أنهم ينصروا قضيتنا ويلتفوا حوالينا في القدس كمقدسيين. إحنا بشكل عام بنحكي عن مدينة القدس، عن الشيخ جراح، عن سلوان، فيها سلوان تقريبا 8 أحياء مهددة بالهدم والاستيلاء على منازلهم وعلى أراضيهم. يقف العالم بأسره صامتا أمام مجزرة التشريد في القدس، فالاحتلال يسعى لهدم مستقبل المواطنين وأحلام الأطفال لإقامة حديقة توراتية تخدم المستوطنين على أنقاض منازل الفلسطينيين. من مدينة القدس المحتلة، آية الخطيب، رؤيا.